إخواني المتقاعدين العسكريين ضباطا رتباء وأفراد، معكم العميد المتقاعد حسن حسن. إخواني، لقد دقت ساعة الصفر وباتت رواتبكم الهزيلة ورواتب من هم في الخدمة الفعلية قاب قوسين أو أدنى من الانهيار بعدما سمعتموه سابقا وحاليا من تصريحات سياسيين فاسدين أمعنوا في سرقة البلاد والعباد بالفساد والصفقات والتوظيف الانتخابي العشوائي والجباية الضريبية الاستنسابية، وكأن رواتبكم الهزيلة هي السبب الرئيسي في إفلاس البلاد. نقول لهؤلاء السياسيين إن رواتبنا رغم هزالتها حق مقدس لعيالنا وأبنائنا من قدسية الإنجيل المقدس والقرآن الكريم، وأن أي حديث أو أي مساس بحقوقنا خط أحمر سيرتد على أصحابه كالصاعقة وقطع دابر الحديث عن رواتبنا من قبل فاسدين. أيها الفاسدون، تحدثوا عن تخفيض رواتبكم ومخصصاتكم وضبط سرقاتكم وصفقاتكم وإعادة المال المنهوب من قبلكم قبل أن تتشدقوا بالحديث عن رواتب العسكريين إن في الخدمة أو في التقاعد. وآن لكم أن تعودوا إلى صوابكم والالتزام بالأطر القانونية. أيها الأخوة المتقاعدون وخاصة البقاعيون، إنني أعلمكم أنه سيسار إلى قطع طريق شتورة بيروت ظهر البيدر، على طريق ظهر البيدر، نهار الثلاثاء القادم بتاريخ 16 نيسان 2019 الساعة 9:30 صباحا، وعليه يكون التجمع في ساحة شتورة مفرق أب الياس الساعة 9 صباحا لإعلامكم عن النقطة المراد التمركز فيها للقيام بقطع طريق بيروت عن شتورة. كما أرجو من جميع الأخوة المتقاعدين أن يصطحب كل منهم إطار مطاطي وأنينت مزود صغيرة وأداحة، وذلك بغية قطع الطريق بالإطارات المشتعلة بالتزامن مع باقي المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب وجبل لبنان مع الأخوة المتقاعدين بهالمناطق. أرجو من جميع الأخوة المتقاعدين تعميم التسجيل الصوتي على جميع المتقاعدين وجميع عائلات من هم في الخدمة الفعلية. إخواني في الخدمة الفعلية، حقوقكم وحقوق عائلاتكم هي من حقوقنا وحقوق عائلاتنا، فلا تترددوا في تضامن عائلاتكم معنا لأجل حقوقكم. والله ولي التوفيق. العميد المتقاعد حسن حسن.